في الحديث بعد الحرب الدائرة في غزة يبرز حديث أخلاقيات الحرب، ولنا في رسول الله أسوة حسنة في أخلاقيات الحرب، فكان يوصي جنده ألا يقتلوا طفلا أو شيخا أو يقطعوا شجرة، يعني تقريبا عامل قانون للحرب. تفضل سيادتك. السلاح الذي نقاتل به هو سلاح أخلاقي، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ومن بعده صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن تابع التابعين إلى آخر السلسلة المباركة، كان حقيقة الوصايا هذه كانت مؤثرة للغاية في مسيرة المعارك التي دارت بين المسلمين وبين غيرهم في ظل علاقات دولية كانت سائدة في هذا الوقت. ولا بد أن يفهم كل الحروب التي دارت وكل المعارك التي دارت في إطار وقتها وفي سياقها الزمني، ولا نستطيع أن نسحب قواعد السابقة على الآن ولا أن نسحب القواعد الآن على ما سبق. ولذلك نرتاح عندما يكون الأمر دائر أو نفهمه في دور السياق التاريخي الذي حصل. الحقيقة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يوصي جنده بألا يقتلوا عند احتدام القتال امرأة ولا صبيا، ولا يقتلوا شيخا كبيرا، ولا يقتلوا راهبا في صومعته أو عابدا في صومعته. بمعنى آخر، بمعنى أننا نريد أن ندفع الاعتداء، فمن أين الاعتداء يأتينا؟ يأتينا من المنطقة الفلانية اللي هم الشباب اللي هم ليسوا شيوخا كبارا في السن وليسوا صغارا، المحاربين يعني. والمحاربين والمحارب عادة في هذا الوقت لم تكن معه المرأة، المرأة الآن ولجت ميدان الجيش والحروب. فالذي يقاتلني أنا أقاتله، ولذلك أمرت أن أقاتل الناس. هو يقصد طبعا المشركين في مكة، لكن أقاتل هنا أن أي أدافع أدفع الاعتداء الواقع علي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع الهجوم أو الاعتداء الحاصل عليه. نحن أيضا في هذا المجال هناك اعتداءات فكرية، هناك اعتداءات مختلفة. الجندي سواء كان جنديا بسلاحه أو جنديا بقلمه أو جنديا بعلمه أو جنديا في مزرعته، كل هذا الإنسان يمكن أن يكون دافعا لاعتداء ما يقع على بلده أو يقع على وطنه. ولذلك هذه في مفاهيم القانون الدولي الذي حدث في غزة يمكن أن يمثل جرائم حرب البشرية لم تصطلح عليها حتى في قوانين الحروب. إذا بدأت الحروب فلها أيضا قوانين، السياق القانون الدولي لها أخلاقيات معينة في بدايتها وفي نهايتها وفي أثناء سيرها. أنا نرى بأن هذه الذي حدث في الحقيقة خارج تماما عن هذا النطاق، فضلا عن أنه إنما هو اعتداء على أناس في بلدهم وفي وطنهم. يعني لم ده العكس، احنا نقول لو ان اهل غزة بيحاربوا مثلا الناحية الثانية ففي الاخلاقيات معينة يلتزموا بها، لان الاعتداء واقع علي. فالحقيقة مثلت هذه المأساة مأساة كبيرة للغاية، تحتاج الى تدخل العقلاء وتدخل المجتمع الدولي وتدخل كل المنظمات الدولية من اجل اعادة الحياة الدولية أو قواعد القانون الدولي إذا جاز التعبير، يعني أن تعود لمسيرتها العادلة الحقيقية التي قصدها المجتمع الدولي عندما يعني اجتمع في سنة 45 أو قبلها في إنشاء منظمة عصبة الأمم أو إنشاء الأمم المتحدة أو ما بعد ذلك من منظمات. كل ذلك عمل